بلوب بيصير نستقبل الدكتور روبير فاخوري، اختصاصي بأمراض القلب والشرايين والتمييل. صباح الخير دكتور روبير. صباح النور ماجي. دكتور روبير، اليوم عندي هيك مجموعة أسئلة كثير بيسألوها الناس حول مشاكل القلب. رح أبدأ بأول سؤال، إذا نحن بالأساس ما عندنا مشاكل بالقلب بس عندنا مشاكل صحية أخرى، شو هي الأمراض يلي ممكن نكون بنعانيها وبتأثر مباشرة على صحة قلبنا؟ 100% مضبوط. هلا تيصير عندنا امراض القلب يكون في عندنا امراض قبل صحيه هي ادت لامراض القلب. نعم. هلا الا واحد عنده شيء خلقي بالقلب اصلا، كونجنتال خلقان معه مشكله بالقلب، هيدي خلقه وعنده اياها على طول، بس اجمالا الامراض اللي بتصيب الرجال بتصيب الانسان على عمر معين هي تراكم لقصص صغيره صارت معه، قصص منها صغيره بس من قصص اوقات هو بيستلشق فيها. صارت معه على مر السنين، اللي هي اهم شيء بنضل نحكي فيها نحن على طول، مثلا عوامل التدخين، الارجيله، قصص الاكل السيء، قله الحركه، هودي على المدى الطويل بيؤدوا الى تصلب شرايين القلب، بالاضافه الى الامراض مثل السكري، مثل الضغط، مثل الكوليسترول، هودي هن اجمالا الاسباب الاساسيه الى امراض القلب اللي بتودي على عمر بعدين لامراض قلب. نعم، قلت هيك يعني من دون يمكن قصد الرجال، رجعت قلت الناس، هل الرجال اكثر يصابون بامراض القلب اكثر من النساء؟ Unfortunately ايه، لسوء الحظ الرجال بيتعرضوا اكثر لامراض القلب. هلا السبب الطبي هو انه النساء لعمر الخمسين تقريبا بيكونوا محميين بالهرمون النسائي تبعهم الاستروجين بيحميهم من امراض القلب. هيدي ما بعرف كيف بنفسرها، يمكن هيدي من عند الله نعمه. نعم. لانه طبيعه امهات وعم بي عندهم اولاد بدهم على الاقل ينطرون يكبروا وتصيروا كبار، هيك الله اعطاهم هذا الهرمون اللي بيحميهم لعمر الخمسين. لا بعد الخمسين بصيروا معرضين مثلهم مثل الرجال، وخاصه اذا هن كمان بيدخنوا او بيعملوا الارجيله. في ناس في بعض النساء بيعتبروها مش دخان، انا اذا بسالهم بيدخنوا لا، بس هن بيكونوا كل يوم بس بشرب ارجيله. نعم، قلت محميين بيكونوا أكثر النساء دكتور فخوري، يمكن من الجرحات أو الذبحات القلبية المفاجئة، بس منشوف كمان نساء يعني تحت عمر الخمسين بيخضعوا لتمييل، بيعملوا يعني بيكون عندهم بعض المشاكل. هن محميين فقط من الذبحة أو الموت المفاجئ بسبب القلب أو من كل أمراض القلب؟ وما بيحمل مطلق أقل عرضة لأمراض القلب، لنكون عم نستعمل كلمات دقيقة، أقل عرضة. نعم، أقل عرضة لأنه الهرمون النسائي بيحميه. صحيح، إجمالا ما بيتعرضوا للستريس قد الرجال. هلا هيدا كان كله شوي من قديم، هلا عن جديد لا، الستريس صار على الكل، الدخان صار للكل، قلة الحركة صارت للكل، سو هيدا بيخلي انه في بضل في نسبة نساء تحت عمر الخمسين يتعرضوا لأزمات قلبية، خاصة إذا في عندهم كوليسترول بالعيلة مزمن من هن وصغار ومش منتبهين له أو مش معالجينه. إذا في عندهم سكري، نحن بنعرف إنه في سكري تايب 1 وتايب 2، في عندنا التايب اللي بيكون على عمر صغير، وهيدا كمان بيعرض النساء لأمراض القلب، بالإضافة إلى العامل الوراثي. إذا في عامل وراثي بالجان بالجينيتيك تبع هال سيدة ممكن تكون معرضة كمان أكثر. مية بالمية. نعم. قلت دكتور فخوري أنه من أهم المشاكل يلي بتأثر على صحة قلبنا الكوليسترول والضغط والسكري، شو هو الضغط يعني يلي بيحذرك أو بيضطرك تعطي علاج لهالشخص يلي أوقات هو ما بيكون شايفه ضغط، يعني بيكون عمره صغير وبصير يقول انه نحن بالعيلة عنا ضغط عالي شوي، شو هو الضغط الامثل يلي لازم نحافظ عليه، واي الضغط يلي ببلش يخليك تحس كطبيب انه ممكن يأثر على شرايين القلب؟ 100% ما في عيال، نحن العيلة عنا ضغط، هيدي المصطلح او الفكرة خاطئة جدا.
في ضغط او ما في ضغط، في ضغط العائله كلها لازم تتعالج، العائله كلها هيك. نحن بنحكي بارقام حسب الدراسات، بيقولوا انه العمر ال 14 للضغط العالي السيستوليك نحن بنقول له هيدا يعتبر عالي، والضغط 8 8 ونص الواطي الدايستوليك نحن بنقول له هيدا يعتبر ضغط عالي ويجب ان يعالج. هلا اذا كان عنده سكري بننزل الارقام لاكثر، يعني بصير 13 و8. نعم. لانه الاشخاص اللي عندهم سكري هودي ناس معرضين اكثر لامراض القلب اللي بيكون ضغط تبعهم مرجلج اكثر. هلا العلاج مش ضروري على طول نغري نفكر بالدواء، العلاج بيكون عده انواع، في يكون له علاقه بالدايت. نعم. اكل شخص اكل بلا ملح هيدا بيقدر يخفف اوقات ضغطه لفتره معينه، هلا اذا بده يصير عنده ضغط رح يصير لو خففت ملح، بس بدل ما يصير عمر على عمر ال 40 او 50 بصير على عمر ال 60، يعني بنقدر نتفادى بنقدر ناخر شوي امراض الضغط اللي بدها تودي لامراض قلب بالمستقبل. نعم. الكوليسترول، الكوليسترول اي متى بيكون كمان بحده الطبيعي واي متى بنضطر نعالجه تما ياثر على شرايين القلب؟ الكوليسترول نحن بنقسمه لل LDL اللي هو الباد السيء، ولل HDL اللي هو الجود كوليسترول. نحن يا ريت بكونوا منقلبين الادوار، يعني ال HDL عالي وال LDL واطي، هو بالعكس بالحقيقه عم نشوف كثير HDL واطي. نعم. اللي هو لازم يكون، ونحن هون بالمنطقه بالمترانيه عندنا اياها هيدي جينيتيكلي انه ال HDL واطي، وال LDL اجمالا مع نوعيه الاكل والعامل الوراثي اكيد وقله الحركه وقله الرياضه بيصير يعلى ال LDL لنسب بتؤدي الى مع الوقت كوشات هيك كوش ورا كوش من الدهنيات بتصير بتتراكم على شرايين القلب اللي هي صغيره كثير وبالمليمات نحن عم نحكي اضخم اضخم شريان من شرايين القلب اللي بغذوا القلب هو بيكون 4 أو 5 مليمات اذا اضخم واحد، سو تخيلي هالكوش الصغيره مع مرور الوقت قديش عم بتسكر الشريان وعم تؤدي الى تصلب والى جرحى بعد. نعم. قلت دكتور فخوري انه الحركه كثير مفيده، بنعرف قد ايه مفيده لجسمنا الرياضه، يعني كل انواع الحركات، ولكن يلي عنده ديجا مشاكل قلب، يعني هو يمكن حاطط روستار، عامل قلب مفتوح، اكيد لازم يعمل رياضه، بس شوي الرياضات الممنوعه عنه، يعني ايها الحركه الخطيره على صحه القلب في حال القلب كان عنده مشكله. جميلة، نحن بننصح الرياضه اللي بتفيد القلب هي كل شيء مثل المشي، المشي السريع، السباحه، هودي الريكومندد منا ومن الكادولوج سوسايتي تبع امراض القلب، هودي اللي بننصح فيهم. هلا في نوع رياضات فيها افور اكثر، فيها افور مفاجئ اكثر مثل مثلا الباسكت اللي بيكون قاعد وفجاه بيركض بسرعه، او الفوتبول بيكون واقف فجاه بيركض بسرعه، بس هودي كلهم لازم نكون عاملين تحمي قبل، بس تحمي القلب وتعلي له الريت تبعه بصير فيك تعمليهم هودي، يعني في طرق تعمليهم. نعم. سوري. هلا كل الامر كل الرياضات اللي فيها هيك فجاه تنزل بيطلع الهارت ريت من شيء واطي لشيء عالي بسرعه هيدا بيأذي القلب، مشان هيك كل الرياضات منيحه، ما في نوع من الرياضه مش منيح، بس على طول بده يكون في تحميه قبل لتعلي انت درجة دقات القلب والضغط تدريجيا تقدر تمارسي كل انواع الرياضة. نعم، مثل ما قلت يعني وقت بيطلع الريت او دقات القلب بسرعة، مشان هيك بتحكوا كأطباء قلب عن تأثير ستريس، يعني وقت بنسمع بخبر بشع او وقت بننقذ من شيء مخيف مثل اللي عم بيصير معنا هلا، يعني الخوف والقلق من الزلازل وبيصير قلبنا يدق بسرعة، هيدي هون إذا عندنا مشاكل ممكن الشخص يتعرض لذبحة قلبية. هلا مش مزح، بس عن جد من وقت ما بلش صار في زلازل هالفتره عم شوف كثير نسبه ناس زايدين الضغط عندهم الستريس، عم نشوف كثير قصص. هلا نحن بلبنان مش ناقصنا ستريس، عندنا ما يكفي من الستريس، بالاضافه الى قصه الزلازل هلا، وخاصه بالليل بيوعوهم بالليل وبصيروا مش عارفين كيف بدهم يحملوا اغراض ويطلعوا من البيت، عم بتزيد كثير الستريس وعم بتزيد امراض الضغط.
يعني هودي بدنا نتأقلم مع الوضع، لأنه هيدي قصص احنا ما قادرين نعمل شيء تجاهها، يعني بنسلمها وهي لله. ربانية. دكتور فخوري، شايفين وراك مكنة التمييل يلي يعني أنت أكثر شيء بتشتغل عليها لأنك اختصاصي بأمراض القلب والشرايين والتمييل بالتحديد. هل مين الشخص يلي يعني مفروض دغري تعمل له ميل؟ وفي سؤال كمان عندي، هل لازم بعمر معين على صحة السلامة نعمل ميل للقلب أم مش ضروري؟ رح بلش بثاني بارت من السؤال. لا، نحن ما بنعمل نحن ما بنعمل ميل على صحه السلامه، هي تنكون واضحين وصريحين فيها وانس فور اول. نحن المريض الحكيم بيشك انه هيدا المريض عنده تصلب شرايين او معرض لجرحى، من دون ما يكون عامل جرحى، المريض الحكيم بيقدر هو يشخص انه انا اذا بدي ميل دغري او بده يقدر يعمل له اول شيء في فحوصات نحن بنبلش فيها، مثل الايكو للقلب، مثل التخطيط للعاده، مثل ستريس ايكو، ستريس تيست، تخطيط الجهد، كلهم هودي الكروسكان، كلهم هودي الفحوصات نحن فينا نلجا لهم نون انفيزيف بنسميهم. نعم. اول شيء اذا اعطونا دلالات لنشاف بشرايين القلب بنلجا للقلب. هلا اللي صار مثلا وراي عم بتشوفي هيدا المريض جينا عليه ليلة على الساعة 3 أو 1 الصبح، ما في وقت للجرحى مثل ما في وقت للهزة. صحيح. فيها تجي حيلا وقت. نحن جينا الساعة 3 على مريض شاب عمره بالخمسين، منه كتير كبير، وعامل جرحى طلع فيه شريان مسكر 100% فتحناه، وشريان تاني عليه 80%، فنحن فتحناهم اثنيناتهم بنفس الوقت عشان ما يروح ويرجع يجي المريض مرة تانية. دونك الجرحات ما لها وقت، بس نحن نشوف على التخطيط في الجرحة المضبوطة بتبين على التخطيط العادي. وفي انزيمات للقلب بنطلبها كمان اذا عالية بتاكدنا التشخيص، ساعتها ما بننطر هون بهيك وضع لا ايكو ولا فحص جهد ولا اي شيء ثاني، نحن تلقائيا بنفوتوا لو ساعة ثلاثة مثل ما فتنا للمريض امبارح. نعم، مريض اليوم بالاحرى. صحيح. وجه الصبح يوم فجرا. أيه. ساعتها بينعمل الميل، وقلت فتحنا شرايين، بينفتحوا شرايين بروستار ببالون، في طرق. في طرق اكيد، في طرق نحن بنستعملها اكيد دغري بنفتح الميل، ما بنأجل، لانه اذا اجلت انه شو النفع اذا انا شفت شرايين مسكر ما فتحته. صح، ممكن تتكرر بلحظتها الجرحى، بتكون عم تخسر وقت، لانه نحن عامل الوقت هو اللي نحن بنشتغل ضده بالجرحى، لانه كل شريان عم بيغذي عضله بالقلب، اذا هالعضله ضلت اكثر من فتره معينه من كذا ساعه ما عم يوصل لدم بتموت. اذا ماتت عضله القلب يعني نحن وصلنا على قصور بعمل القلب او الى وفاه، يعني القصه ما لنا لعب، مشان هيك نحن بنتدخل بسرعه، بس نعمل ميل ونشوف الشريان اللي مسكر دغري بنفوت وبنفتحه الحائط، نحن مجهزين بكل شيء، بالبالونات، بالرسورات، بكل الاكيبمنت اللي بحاجه لفتح حيلا الشريان ولو بالليل ولو الساعه 3. طبعا. دكتور فخوري، شو اللي تغير بتقنيات التمييل اليوم؟ يعني بنسمعك يعني ببعض الاحيان هيك بعده مقابلات بتقول انه تطورت تقنيه التمييل، شو بتساعدكم؟ كثير تطورت، وانا بقول عن جد لحسن الحظ نحن هلا عايشين بعصر هالقد التكنولوجيا بامراض القلب صارت متطوره، صارت متحسنه لدرجه انه نحن قادرين بشرايين صعبه، بشرايين كثير رفيعه نقدر نفتحها. الرسورات تقدموا، نوعيه الرسورات، قبل كنا نحط رسورات كنا نفتح يرجعوا يسكروا، هلا بفوتوا باصعب مطارح، بفوتوا ب شرايين مكلسة، حتى الشرايين المكلسة اللي ما كنا نقدر نفتحها ما يفوت البالون أول شيء، في عنا هلأ طرق أنه نقدر نفتحها بتكنيك شوك ويف، كذا تكنيك جديدة، روتابليشن، نقدر نفتح هودي الشرايين الرفيعة.
والصعبة والمتوسطة. بالرغم من الأزمة اللي عم نعيشها دكتور فخوري اليوم على كل الأصعدة، يعني اللي هي منعكس عليها وضعنا الاقتصادي، أوقات كتير منخاف أنه ما يكون في رستورات ملائمة، ما يكون فيها التقنيات مفقودة، خاصة نسمع كتير هيك بوضع المستشفيات، كيف بتطمننا أو بتطمن مرضى القلب لوجود الأدوية أو أنواع الرستورات المتطورة يلي ذكرتها بعدها موجودة أو عم نفقدها بلبنان؟ لا، كل شيء موجود. نحن لازم نكون عم نريح العالم من هالناحيه، كله موجود، كل احدث انواع الرستورات الموجوده باوروبا وبامريكا نحن عندنا اياها وعم نستعملها. هلا المشكله الوحيده بتصير من ناحيه التغطيه. نعم. هون المشكله انه هيدا كله بكل حد البلد، هودي الرستورات نحن ما بنصنعهم، نحن بنستوردهم، بندفعوا على الفريش دولار. هون هيدي المشكله اللي بترجع، اللي هي نحن كاطباء يا ريت نقدر نعمل. صحيح. شو فينا بنعمل بس بالنهايه بدهم يرجعوا للجهات الضامنه تبعهم، اللي هي لسوء الحظ هلا ما بعرف كيف عم بتغطي واي انواع. هلا في اسيرونسات تخطوا هيدي المشكله بقصه الفريش انشورنس، بس انا ما بحب فوت بهودي القصص لانه هي طبعا ما أنا ناحيه طبيه، نحن في ناحية إنسانية بنشوفها مع المريض هذا عم نشتغل معه ونجرب قد ما فينا نوفر عليه. يعني أنا إذا بقدر أوفر عليه بالون، بقدر خفف بالون بدل ما أحط رسورين حط بعضهم، بحط رسور واحد طويل بوفر عليه. هودي قصص أنا إنسانيا بقدر، إذا بقدر طبيا أعمل ونجرب بوفر عليه فيهم قد ما فيي بدون ما أكون عم باخذ ريسك على صحته. طبعا هيدا هو المهم، وهيدي المشكلة طرحتها أكيد دكتور أنتو كأطباء ما إلكن علاقة فيها، ولكن هيدا كمان عم بيأثر على صحة الناس. في ناس بتهموا الحالة، يعني قدي اليوم عم يجي لعندك ناس يمكن حاسين بعوارض، وعادة أنت بتقول يعني أي عارض هيك جدي لو بنص الليل لازم نسابق الوقت ننزل على المستشفى على الطوارئ. قدي بتشوف في ناس اليوم هاملين حالهم أو بيوصلوا لمحلات كان فيك تتفادى، يعني تتفادى مشكله معينه لانه وضعنا الاقتصادي هالقد يعني تعبان وهالقد في جهات ضامنه ما عم بتغطي؟ ولا صراحه ماجي هذا الموضوع صار كثير منتشر وكثير عم نشوف عم نسمع منه. امبارح من فتره كمان مريض عملناه حطينا فتنه الطرين حط له الصبع نخلص له حياته وما كان معه مصاري يدفع لا ديبوزيت ولا بعد ما خلصنا يعني، بس نحن عملنا اللي لازم نعمله، فتحنا له الشريان وحطينا الرسور ما سالنا لانه اعتبرنا انه هيدي فيها لايف سيفنج عم تخلص حياه. هلا بعدين شو بنرجع نعمل مع ادارة المستشفى مع الناس اللي عم تقدر تساعد، لانه في كثير جهات عم تقدر تساعد، شو بيقدروا يساعدوا بيساعدوا. نحن نعمل واجباتنا، ما بحب اسمع ابدا انه مات شخص ببيته لانه ما قدر ينزل على المستشفى. ولسوء الحظ هيدا حاله انا عرفت فيها، كان مريض عم يقول له بليز انزل على الطوارئ، ما تترك حالك. كل نهار عرفت من بنته انه توفى ببيته وما نزل على المستشفى. بتمنى انه هيدي ما بقى نسمع فيها. نحن بلبنان بضل في ناس تساعد، بضل في ناس قلبها يعني كبير صح، وبيضل في اطباء انسانيين يعني طبعا ما بيسالوا لانه انقاذ الحياه بيكون هو اولويه عندهم مثلك. دكتور فخوري بعد سؤال يعني كمان استيضاحي، عم نشوف بعمر صغير مشاكل قلب عند الشباب كمان اكثر من عند الصبايا، هل شباب بيكون عندهم شيء وراثي ام كمان يعني يمكن سوء التغذيه او الاكل يعني العشوائي النصاحه عم بتاثر عليهم؟ الفاست فود اللي عم تحكي صحيح، عم نشوف اكثر واكثر نسبه شباب تعرض لامراض القلب. اكيد كمان الاسباب اللي حكيتي عنها مهمه، في العامل الوراثي ما بنقدر نتحكم فيه، نحن زي ما حكينا عنه كذا مره، بس في عوامل التدخين، عوامل الفاست فود اللي عم نحكيهم، كله بياكلوا جانك فود من السوق. هلا اوكي في مره ما مش قادرين نوصل على البيت اكلنا شيء فاست فود، فينا ننقل اقل ضرر من وناكله، بس مش ما يكون هيدا شيء بيز روتين عم نعتمد على نحن على اكلنا الفاست فود. في طبخ، رجعوا للطبخ، اهلنا امهاتنا بيعملوا اكل كثير طيب كثير صحي.
لازم نرجع له، لازم نعمل رياضه. هودي الشباب اللي قاعدين ورا مكاتبهم او قاعدين ورا ديركسيون سياره ما عم يحبوا. امبارح كنت عم بقول انه جدودنا كانوا كلهم فلاحين، كانوا يزرعوا الارض من الصبح، يوعوا ينكشوا يزرعوا يفلحوا كل النهار. نحن شو؟ نحن قاعدين ورا مكاتبنا ورا ديركسيون سياره، ما بنطلع درج اذا ما في اسانسور. صحيح، كل هالنوعية الحياة اللي عايشينها عم بتأثر على القلب وعلى كتير مشاكل. أنا بشكرك دكتور فخوري على هالإطلالة اليوم، على هالتوعية اللي عملناها سوا. أهلا وسهلا فيك وشكرا لك، بتمنى لك نهار حلو.